من الذي أثار هذه شبهة الإسلام أنه انتشر بحد السيف؟ طبعا الشبهة يا دكتور محمد مرتبطة تاريخيا بعلاقة الجدل الإسلامي المسيحي مع بداية ظهور الإسلام. حتى نفهم المسألة بفهم يعني تاريخي واعي، الإسلام ظهر في الجزيرة العربية. في بداية ظهوره لم يكن أو لم تكن القوى العالمية الإمبراطورية الرومانية أو الفارسية أو غيرها تدرك حقيقة ما يدور في أرض الجزيرة العربية. حتى بعض المسيحيين كانوا ينظرون إلى الإسلام في بداياته الأولى على أنه فرقة أو اتجاه مسيحي كالاتجاهات الأخرى. تعلم أن المسيحية كاثوليك بروتستانت ارثوذكس ارمن، طبعا البروتستانت قد تكون يعني مذهب حديث، لكن لكن قديما كان هناك اكثر من يعني خلاف حول طبيعه السيد المسيح. فمثلا في مجمع خلقدونيا المعروف 425 ميلاديا حدث اجتماع مجمع للقساوسه والبابوات وغيرهم لتحديد مساله طبيعه السيد المسيح. في هذا المجمع ظهر شخص يدعى اريوس. اريوس أريوس هذا تبنى فكرة أن المسيح عليه السلام بشر وأنه بديع نبي ونفى عنه هذا لم تماما. يكن معهودا في عصره، لم يكن، هو كان معروفا قبل ذلك. هو لم يكن له انتشار يعني الفكرة اللي تبنى. هذا هو الأصل، كان هذا هو الأصل، هذا هو المذهب الذي كان معروفا عند ظهور المسيحية، أن المسيح عليه السلام ده تاريخيا هو عبد ونبي. حين ظل هذا موجودا قبل أن تعترف الإمبراطورية البيزنطية بالديانة المسيحية. الإمبراطورية البيزنطية دكتور محمد هي إمبراطورية وثنية، فحدث تقارب ما بين الإمبراطورية الوثنية وما بين المسيحية الأولى من باب إن احنا نقرب وجهات النظر. فدخلت للأسف بعض الشبهات او بعض الامور التي كانت معروفه عند البيزنطيين حول طبيعه السيد المسيح. فالاصل هو ما تبناه اريوس، ان المسيح هو اراد عبد ورسول. في المقابل ظهر اتجاه اخر قوي جدا لشخص اسمه إثناسيوس، رفض هذا الكلام وقال ان المسيح له طبيعه الهيه. وانقسم طبعا هذا الفريق إلى من قال بألوهية المسيح بشكل مطلق، ومن قال أن المسيح له طبيعتين، طبيعة إلهية وطبيعة ناسوتية أو بشرية. الشاهد هنا ظهر أريوس هذا، فظهرت فرقة تسمى فرقة الأريوس أو الأريوسية، التي ترفض ألوهية السيد، لا ترفض ألوهية وتؤكد على بشرية السيد المسيح. تمام. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما أرسل رسالة إلى هرقل قال له فيها أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك اسم الآريسيين. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الخلاف الدائر في الساحة المسيحية حول طبيعة السيد المسيح، ويعلم أن هناك من يقول ببشرية السيد المسيح، يعني كان عايز هرقل ينحو منحى الأريسيين في بشرية السيد المسيح. هنا بدأ بعض المسيحيين لما قال الرسول هذه الكلمة، يعني فإن عليك اسم الأريسيين، ظن بعضهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام تبنى مذهب أريوس، لأنه أيضا يدعو إلى بشرية السيد المسيح. تمام. فهنا حتى في القرآن إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. هذه قضية منتهية يعني. فهنا يعني أعود فأقول أسلموا، يعني اتجهوا للإسلام، أسلموا وسمعوا الإسلام الجديد. لما دخل عمرو بن العاص مصر تؤكد المصادر أن غالبية الذين أسلموا في البدايات الأولى للفتح الإسلامي هم هذه الطائفة اللي هم ينتمون الأريسيين، الذين وجدوا أن الإسلام يؤكد فكرتهم ويؤكد عقيدتهم بأن المسيح إنما هو نبي وإنما هو بشر. فظهر بعض رجال الدين المسيحيين اللي نظروا إلى الدين الإسلامي باعتباره هرطقة مسيحية أشبه بهرطقة أريوس. طبعا اتهم أريوس بأنه مهرطق وأنه فقال بعضهم إن الإسلام هو امتداد لهرطقة أريوس هذا. فوصف النبي عليه الصلاة والسلام ووصف الإسلام بأنه إنما هو امتداد لهذه الهرطقة. أول من أثار هذه التهمة هو يوحنا الدمشقي. يوحنا الدمشقي له كتاب اسمه الهرطقات. اسمه الهرطقات. الهرطقات نعم.
بدأ هرطقة الإسلام؟ لا, 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 لا هذه الهرطقات رقم 100 يعني. نعم هو بدأ يتبنى الهرطقات التي ظهرت منذ مولد المسيح عليه السلام وحتى الـ نهاية القرن الـ 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 الأول الهجري. هو شايلنا على رأسه زعق ليه يوحنا الدمشق كده ماله ما, ما هو الغريبة دكتور هو محمد. هو دمشقي من دمشق الشام يعني ولا يوحنا الدمشقي دكتور محمد هو مسيحي؟ هو مسيحي مش أريسي بقى. لا 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 لا, لا مش هو ده هو يدافع عن فكرة ألوهية السيد المسيح يعني تمام. ويرفض قصة المذهب أريوس يعني فيوحنا الدمشقي هذا جده كان أشبه بوزير المالية في الدولة الأموية كان مسؤولا عن خزانة الدولة الأموية يعني في القرن في القرن الثاني الهجري يعني ظهر معاوية في دولة معاوية بن أبي سفيان عين معاوية هذا جد يدعى منصور دمشق. لا عين جده عين جده يوحنا الدمشقي يعني. جده نعم اسمه منصور عينه وزيرا للمالية أشبه بوزير يعني مسؤولا عن خزانة الدولة ثم أبوه بعد ذلك ومسيحي كان مسيحيا كان مسيحيا وهذا هنا وقفة لطيفة يعني سيدنا معاوية عليه رضوان الله استعان بمسيحي في الأمور المالية نعم هذه كانت طبيعة الدولة الإسلامية مفيش إقصائي يا دكتور أهل الذمة في الدولة الإسلامية على مدار تاريخها الطويل تولوا مناصب كبرى تولوا الوزارة تولوا كما يعني حكومات المدن تولوا أطباء للخلفاء والوزراء وغيرهم إقصاء وتحديد إقامة هذا غير صحيح مفيش الكلام هناك يعني كتابات كثيرة جدا تؤكد على أن أهل ذمة في التاريخ الإسلامي يعني عوملوا معاملة لم يعاملوا مثلها نفرض لها حلقة بإذن الله تعالى ملف نعم. أهل الذمة نعم. يعني معاوية استعان بجد يوحنا الدمشقي نعم تمام وأبوه من بعده في الدولة الأموية تولى أيضا منصب في الدولة الأموية ثم أتى يوحنا الدمشقي هذا وتولى أيضا منصبا كبيرا في الدولة الأموية في عهد عبد الملك بن مروان وكان مسيحيا وكان مسيحيا ولم يكره على اعتناق الاسلام ابدا ليته يعني طب لما هاجم الاسلام القضيه يعني. اكبر من ذلك انه ثم والف له. هذا الكلام في عهد الدوله الامويه المسلمه وتركه كتب كتاب الهرطقات احد كتب تركه كان لم يترك فقط ده كان يجهر بارائه وافكاره وهجومه للاسلام في بلاط الخليفه الاموي وكانت هناك مناظرات له كتاب يوحنا الدمشقي له كتاب اسمه مناظرة مع أو محاورة مع مسلم هو في الكتاب ده بيقول والله أنا الخليفة الأموي استدعاني واستدعى أحد رجال الدين المسلمين وجلسنا نتحاور ونتناقش ونتناظر مناظرة بين مسلم ومسيحي يعني في حضرة الخليفة بين قوسين عذرا الإسلام لم ينتشر بحد السيف ولا شيء يعني كانوا ذبحوا يوحنا الدمشقي هذه هو الذي أثر هو هذا هو الغريب أعود فأقول هذا هو الغريب الغريب يعني. أن هذا الذي يثير التهمة ما لقي في الدولة الإسلامية إلا أفضل معاملة هذا الذي أثار مثل هذه التهمة كان يتولى مناصب كبرى في الدولة الإسلامية هذا الذي أثار التهمة يعني سمح له بأن يعني يقول ما أراد في حرية تامة في حضرة الخليفة